تحياتي ومساء الخير على حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليوم وغدا. في الفقرة الحوارية النهاردة من حلقة البرنامج هنناقش مشاركة مصر في أعمال قمة الدول السبع الكبرى وما تمثله من أهمية وفرص استثمارية كبيرة مع ضيفي الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي. لكن طبعا زي ما عودناكم قبل ما نبدأ الفقرة الحوارية خلونا نستعرض أهم الأخبار الموجودة على الساحة النهاردة. ارتباطا بموضوع الحلقة والفقرة الحوارية مشاهدينا الكرام، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة بياريتس الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تتناول هذا العام موضوعات كثيرة من بينها قضايا الأمن الدولي، مكافحة الإرهاب والتطرف، مواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، سبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذلك مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في القارة الإفريقية، طبعا فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي وتطورات النظام الاقتصادي والمالي والعالمي. أيضا أضاف راضي أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، تتناول عرض الرؤية الإفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودولة أو دول مجموعة السبع في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة. أيضا هيلتقي الرئيس السيسي على هامش فعاليات القمة بعدد من قادة الدول المشاركة لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بعد أن استعادت مصر قوها على الصعيد المحلي، وبعد أن أكدت ريادتها للقارة السمراء ودورها في خدمة القضايا الإفريقية، بعد أن بات تواجدها مكثفا على الساحة الدولية ومحوريا كشريك أصيل في الأحداث العالمية الكبرى، ها هي مصر تشارك في قمة الجي 7 والتي تضم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. قمة دولية مهمة تناقش القضايا الاقتصادية والمالية بين الدول الأعضاء. لم تكن مشاركة مصر لتلك الدول الكبرى وليد المصادفة، بل لما شهدته مصر من طفرة اقتصادية هائلة. تحسن مناخ الاستثمار بفضل ما تمتلكه مصر من قدرات ومقومات حققت لها أعظم النتائج التنموية، وما تم إنجازه من طفرة اقتصادية شهدت لها المؤسسات الدولية كان العامل الأبرز لاستعادة مصر دورها المحوري العالمي. طيب خلونا نعرف مزيد من التفاصيل عن مشاركة مصر في هذه القمة، قمة السبع، مع زميلنا موفد اكسترا نيوز الزميل حسام حداد من هناك. يعني حسام تحياتي لك في البداية، وخليني أقف معاك في بداية الأمر عن الاستعدادات الأمنية الموجودة دلوقتي لاستقبال فرنسا لقمة السبع. تفضل. أهلا بك يا آية وأهلا بكل السادة المشاهدين. لو بتسألي على الاستعدادات الأمنية فإحنا موجودين في سكنة عسكرية، موجودين في نقطة انفصلت عن العالم، في 13,000 شرطي بيقوموا بتأمين هذه المدينة الصغيرة للغاية، يعني لا تتعدى مساحتها مساحة مثلا حي الزمالك في القاهرة. مدينة صغيرة جدا، هي مدينة ساحلية هامة سياحية في المقام الأول. كان في سياح كتيرة جدا في خلال اليومين اللي فاتوا، لكن معظمهم غادر المدينة مع بدء الفعاليات الأمنية للتأمين. الشوارع كلها مغلقة بمتاريس بحواجز حديدية، كل الأماكن اللي بيتم فيها عقد اللقاءات زي الكازينو وهوتيل دي بالي مغلقين أمام المرة. حتى إحنا كإعلاميين وكصحفيين وجدنا صعوبة بالغة في التنقل
في شوارع المدينة، تصريحات خفية وإعلامية للعاملين في الصحافة والإعلام، تصريحات للسياح، تصريحات لأهل المدينة، تصريحات أخرى للعاملين في المحال التجارية، تأمين على أعلى مستوى، العديد من طائرات الهليكوبتر تجوب المدينة ما بين الوقت والآخر، هناك تأمين للساحل بقوات أمنية تقوم بتمشيط الشواطئ بشكل دوري في محاولة العثور على أي متفجرات أو أي شيء يشتبه به، هناك تأمين قوي حول المدينة، من يخرج من المدينة لا يستطيع الدخول لها مرة أخرى إلا بتصريح رسمي من المسؤولين عن هذه القمة. يعني تعلم جيدا حسام، يعني كانت هناك العديد من علامات الاستفهام لاختيار مدينة بياريتس تحديدا لعقد هذه القمة الاستثنائية، قمة السبع في فرنسا، وبعض التساؤلات تقول يعني لماذا لم تعقد في العاصمة الفرنسية باريس، وكان الرد عليها بسبب يعني بعض المناوشات الأمنية التي تشهدها فرنسا ما بين الحين والآخر بخصوص السترات الصفراء. إذن اتصالا بموضوع هذه القمة، هل لديك بعض التفاصيل حسام عن اللقاءات التي سيجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء دول القمة؟ في البداية آية، يعني بالفعل كان هناك العديد من التساؤلات ليس على استضافة المدينة، مدينة بياريتس، لكن على استضافة فرنسا، لكن هو كان جدول موضوع مسبقا أن كندا تنظم هذه القمة في العام الماضي والولايات المتحدة في العام القادم وفرنسا في هذه القمة. أما عن سر اختيار المدينة، فعادة هذه القمم خصوصا في الأوقات الصيفية تعقد في منتجعات سياحية على غرار سوتشي في روسيا، شرم الشيخ في في مصر، بياريتس في فرنسا، هناك مدن أخرى، نيس مثلا في فرنسا مشهورة بهذه المدن الساحلية، لكن هذه المدينة تحديدا هي أثبتت أنها أو الدولة الفرنسية أثبتت أنها قادرة على تأمين هذه المدينة نظرا لصغر المساحة، بعيدا عن الجليجون أو السترات الصفراء تستطيع أن تحكم السيطرة عليها لأنها مدينة بعيدة عن العاصمة، ليست مدينة يقطن بها العديد من الفرنسيون، فهي مدينة سياحية أغلب الموجودين بها مدينة هادئة سياح أو سائحون، مدينة هادئة للغاية فيها، فأغلب الأمر لهذا تم اختيار هذه المنطقة تحديدا ولم تقام في باريس، ورأينا العديد من التظاهرات اليوم في رفض الانعقاد القمة واستهجانا لسياسات ماكرون بطبيعة يوم السبت كالعادة. بالفعل بالفعل. أما عن سؤالك عن التفاصيل واللقاءات التي ستعقد، وصل صباح اليوم جميع القادة والوفود المشاركة، هناك عدد كبير من الوفود، هناك تقريبا 24 وفد من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية ستشارك في هذه القمة. منذ قليل كما تابع المشاهدون على الهواء، وصل قادة الدول السبع لأول فعالية حقيقية وهي مأدبة العشاء التي تقام بشكل استثنائي، هي غير رسمية، يلتقي فيها الزعماء ولن يكون هناك أي إجراءات سياسية أو اتفاقات في هذه القمة في هذا اللقاء. الأكثر سيكون غدا مع ثاني الأيام الأحد بجلسة عمل تحت عنوان الاقتصاد العالمي ومتابعة النقاش حول أجندة الأمن الدولي، أيضا بعدها جلسة لمأدوبة غداء عمل حول محاربة انعدام المساواة، يعقب ذلك استقبال رؤساء الدول الأفريقية المدعوين للقمة وبالطبع على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي في هذه الدورة، وهنا ستكون له كلمة بكل تأكيد في هذه اللقاءات أو في هذا اللقاء تحديدا للتحدث عن دور مصر في مواجهة الإرهاب، لأن الإرهاب من أهم النقط أو النقاط الأساسية التي سيتم طرحها في هذه القمة. أيضا هناك التحدث عن الفرص الاستثمارية الواعدة لأفريقيا في ظل ما يدور في العالم في خلال الأيام الحالية من عراك اقتصادي، قبل أن يستقل دونالد ترامب طائرته إلى فرنسا خرج بتصريح صادم للجميع جلب عليه العديد من ردود الأفعال الغاضبة من الاتحاد الأوروبي وفرنسا. حدد دونالد ترامب بفرض ضرائب على النبيذ الفرنسي في حال أقدمت باريس على اتخاذ الخطوة المماثلة لشركات التكنولوجيا الأمريكية. وأضاف قائلا بملء فيه، إذا فعلوا ذلك سأفرض ضريبة على نبيذهم بشكل لم يروه مطلقا. يعني وكان دونالد ترامب شخصيا قبل شهر قد وصم الرئيس الفرنسي ذاته بأنه غبي، قال وصفه بالغباء في تصريح صادم، ولهذا
العديد من الفرنسيون. وهذا هو متوقع يا حسام، يعني في هذه القمة تحديدا بأنها ستشهد العديد من التصريحات المفاجئة خاصة من قبل الرئيس الأمريكي، ومع غياب الرئيس فلاديمير بوتين عن هذه المشاركة. زميلي حسام حداد، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا حسام على هذه المشاركة، وبالتالي سنتواصل معك في الساعات القادمة موفد إكسترا نيوز من بيرت الفرنسية لمتابعة هذه الزيارة والمشاركة الفرنسية في هذه القمة، قمة السبعة. بشكرك يا حسام، شكرا جزيلا. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مدينة بيارتس الفرنسية، وذلك قبيل بدء أعمال قمة مجموعة الدول السبع الكبرى. واجتمع الزعيمان سويا لتناول الغذاء عقب وصول ترامب للمدينة للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع، حيث تناقش حول عدد من القضايا المهمة من بينها التغير المناخي وخفض الضرائب وغيرها. وأكد ماكرو في تصريحات عقب اللقاء أن هناك هدفا مشتركا يتمثل في عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فضلا عن ضرورة الحفاظ على أمن المنطقة. وأشار ماكرو إلى أن دول المجموعة تواجه عددا من التحديات والأزمات في ليبيا، سوريا، كوريا الشمالية وأوكرانيا وإيران، مما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجموعة. أضاف أيضا أن دول المجموعة تحتاج إلى إيجاد حلول للتحديات ودعم النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة التفاوت في الضرائب المفروضة وإصلاح النظام التجاري العالمي والحفاظ على البيئة والتنوع المناخي والحد من التغيرات المناخية وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. ومن جانبه أشاد الرئيس الأمريكي بالعلاقات الطيبة بين الولايات المتحدة وفرنسا، ومشيرا إلى أن واشنطن ستسلم من فرنسا رئاسة مجموعة السبع خلال العام القادم. في شأن آخر وبعيدا عن قمة السبع، وفي إطار حرص قناة تايم سبورت على بث منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب ونقل فعاليات البطولة القارية للمواطنين، تقوم قناة تايم سبورت ببث منافسات دورة الألعاب الإفريقية لتشمل جميع الفرق ليست المصرية فقط وإنما أيضا الأشقاء الأفارقة. قامت قناة تايم سبورت ببث منافسات التايكوندو لغير المصريين مثل مباراة الإيفوارية أكيبيتيني والجزائرية جميلة بودرة، ومباراة التونسي نيفاتي والجزائري محمد الجورفي، ولقاء ربع النهائي بين النيجيري سانوسي والإيفواري ديكاتي في منافسات الرجال، وأخيرا مباراة الإثيوبي رحمان عمير والتشادي كاسمير بتييل. وكانت البعثة المصرية قد احتفلت في مدينة الرباط بالمغرب بتسلم لاعبو أو بتسلم لاعبي التايكوندو للميداليات التي حصلوا عليها أمس في منافسات التي أقيمت على صالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. وحرص مسؤول البعثة المصرية على التواجد في صالة التايكوندو من أجل دعم الفريق واللاعبين، وحصلت كل من هدايا ملاك وميسون طلبة على الميدالية الذهبية، بينما حصل معاز عزة على الميدالية الفضية، وحصلت منة الله عبد الله على الميدالية البرونزية. طيب دعونا يعني نتعرف على مزيد من التفاصيل وكواليس هذه البطولة تحديدا في هذا المجال الرياضي التايكوندو، مع اللاعب معاذ نبيل الحاصل على فضية التايكوندو في دورة الألعاب الإفريقية. يعني معاذ طبعا ألف مبروك في البداية، وطبعا مشرف مصر، وعايزة أعرف يعني الفوز ده مثلك إيه وكنت متوقعه ولا إيه بالظبط؟ اتفضل. أول حاجة الله يبارك في حضرتك، يعني الحمد لله طبعا فضل ونعمة من ربنا. طبعا يعني احنا كنا متوقعين نتائج أفضل من كده، بس الحمد لله طبعا على كل شيء، يعني كلنا كنا نفسنا إن احنا نروح نجيب الميدالية الذهبية، بس الحمد لله طبعا على كل شيء، طبعا يعني النصر طبعا والتوفيق من عند ربنا الحمد لله. والله البطولة يعني الحمد لله التنظيم كان حلو جدا، والبطولة كانت كويسة الحمد لله، ويعني الحمد لله يعني ربنا كرمنا الحمد لله. طيب معاذ، انا عايزه اعرف منك يعني الكواليس ويعني حرص البعثه المصريه للمشاركه في هذه البطوله الافريقيه المقامه في المغرب، عايزه اعرف منك تفاصيل ايه من اول ما سبتوا مصر وتوكلتوا على الله وتوجهتوا للمغرب للمشاركه وتشريف مصر، محتاجه اعرف منك التفاصيل دي يا معاذ.
والله احنا يعني احنا توجهنا لمصر قبل البطوله بيومين ورحنا اتمرنا هناك شويه وبعد كده بدات فعاليات البطوله والحمد لله يعني الدنيا كانت ماشيه كويس الحمد لله ربنا رزقنا ميداليتين ذهب وتسعه فضه والحمد لله الدنيا كانت كويسه قوي الحمد لله. طيب لعبه التايكوندو انت شايف ان هي ناقصه ايه في مصر او شايف ان في اهتمام منها في ايه في مصر؟ يعني عايز اعرف نقاط القوه ونقاط الضعف في اللعبه دي، اللعبه المهمه دي وتمثيلها في المحافل الدوليه الموجوده بشكل مختلف في العالم. والله طبعا هي لعبه التايكوندو من اللعب المهمه في مصر لان هي كمان احنا عندنا ما شاء الله ابطال اولمبيين فيها والاولمبيات اللي فاتت الحمد لله كنا محققين فيها هدايا ملكه جايبه برونز فيعني طبعا لعبه من الالعاب المهمه جدا واحنا طبعا مصر مهتميه جدا باللعبه دي وعندها امل كبير ان الاولمبيات طوكيو ان شاء الله يعني نحصل على ميداليات ثانيه باذن الله وتبقى مش برونزيه باذن الله ان شاء الله. طيب الاستعدادات للبطولات العالميه دي بتبقى ايه تفاصيلها يا معاذ؟ طبعا بنعمل معسكرات وبنتمرن وقبل البطوله وبس يعني بنتمرن كتير وبنعمل معسكرات وبس. ماشي دي الخطوات الاعتياديه لكن انا محتاجه اعرف منك الروح نفسها بتاع التدريب الايمان الداخلي اللي انتوا بتبقوا عايزين تروحوا وتشرفوا مصر سواء كان في المغرب سواء كان في بكين زي ما انت بتقول محتاجه اعرف منك الروح القتاليه دي موجوده وحاضره ولا لا زي ما احنا كده كنا شفنا في كره اليد. اتفضل. اكيد طبعا الروح دي موجوده اكيد حاضره والفريق كله بيبقى واقف مع بعض والفريق كله بيشجع بعض ويعني احنا يعني فعلا اللي مخلي التايكوندو فعلا كده ان هو عنده اللعيبه كلهم عندهم روح رياضيه عاليه قوي وروح قتاليه ومحدش بيحب يخسر وكله على طول واقف بيساند بعضه فدي يعني من احسن حاجات يمكن الحاجات اللي بتميزنا كمان. معاذ نبيل انا بشكرك شكرا جزيلا يا معاذ والف الف مبروك مره ثانيه ودايما يا رب يعني مشرفين اسم مصر في العالم بشكل مستمر وبشكل كبير وفي كل الرياضات المختلفه مش في رياضه معينة بس. أنا بشكرك شكرا جزيلا وألف مبروك لكل الأبطال المصريين اللي مشرفين اسمها دايما في العالم. فصل قصير ونعود لحضراتكم من جديد، دائما ابقوا معنا. تحياتي لحضراتكم من جديد في هذه الحلقة من اليوم وغدا والحوار اليوم سيكون حول مشاركة مصر في قمة السبع الصناعية في فرنسا ولمدة ثلاثة أيام. بتأتي هذه المشاركة المصرية في القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة شهادة دولية على دور مصر المحوري في المنطقة كرئيس للاتحاد الإفريقي كما تمثل فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر مما يحقق العديد من المكاسب سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي بدعم العلاقات الثنائية مع دول أكبر اقتصادات في العالم على الإطلاق. دعونا نلقي الضوء أكثر مشاهدينا الكرام حول هذه الفرص الاستثمارية ومشاركة مصر في هذه القمة المهمة جدا في هذا التوقيت مع دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي. يا دكتور كريم تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا بحضرتك يا فندم وكل مشاهدي البرنامج. طيب قبل ما نتكلم عن مشاركة مصر والأهمية الاستراتيجية ليها أنا محتاجة أقف على شعار هذه القمة التكافؤ والمساواة، الشعار ده بيمثل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قمة السبع الصناعية الكبرى في فرنسا يعني كان ليها كذا شعار ولكن هو الشعار الأساسي ليها التكافؤ والمساواة، وهنا طبعا دي رسالة للدول الأفريقية ان هي يعني هم بيدعوا ان هم يعني هيدعوا لنظام عالمي اقتصادي اكثر عدالة، اكثر عدالة للدول الأفريقية، اكثر عدالة للأسواق الناشئة والدول النامية، يعني هيبتدوا يعني يعترفوا بحق
الدول الأفريقية أنها تحقق هدفها في نقل التكنولوجيا وفي الصناعة وفي الحصول على التعليم والحصول على الصحة وعلى الدواء. أيضا كان من ضمن فعاليات أو من ضمن جدول أعمال هذه القمة الهامة جدا جلسة شراكة أكثر إنصافا أو أكثر عدالة مع أفريقيا. يبقى هنا عايزين نتكلم أنه تركز أكثر على التعامل مع الدول الأفريقية، المجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى بتركز في القمة دي وأيضا قد القمة اللي فاتت على القضايا الأفريقية. هم يعني يمكن الدول الأوروبية والعالم الغربي اكتشف أن يعني مشاكل أفريقيا انعكستها سلبية ليس فقط على أفريقيا ولكن أيضا على العالم الغربي. هم بيحاولوا بشتى الطرق أن هم يقللوا المهاجرين اللي بيجوا لهم من الدول الأفريقية، ووفقا يعني للقمة الأوروبية الأفريقية اللي كانت في 2018 توصلوا أو دعوا أن هو لا يمكن حل مشاكل المهاجرين إلا بتغييرات اجتماعية وتغيرات اقتصادية في القارة الأفريقية عن طريق زيادة الاستثمارات وبالتالي زيادة فرص العمل وبالتالي تقليل المهاجرين اللي بيذهبوا إلى الدول الأوروبية. طيب ده هيخليني أن أنا أسأل حضرتك يعني عن مشاركة مصر في هذه القمة المهمة جدا في هذا التوقيت. هل فقط بيختزل في أن مصر رئيسة الاتحاد الأفريقي ولا في بعض الزوايا الأخرى اللي بقى ينظر لها العالم بشكل أساسي في مصر في الفترة الأخيرة؟ طبعا يعني سؤال مهم جدا وجميل جدا يا أستاذة آية. احنا هنا بنتكلم عن دور مصر، يعني في البداية لازم برضو أوضح ان كان عام 2019 زاخر ومليء بالفعاليات الدولية اللي مصر كانت مدعوة في أغلبها بل في جميعها. طبعا احنا بنتكلم في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى مصر مدعوة، وكان قبلها قمة العشرين كانت مصر مدعوة بقوة، وأيضا كان المنتدى الأفريقي الصيني كانت مصر برضو مدعوة فيه، وأيضا حتى كان من السنة اللي فاتت من سنتين تقريبا كانت مجموعة العشرين اللي كانت في الصين كانت مصر أيضا مدعوة. يبقى هو ليس فقط مصر كرئيسة الاتحاد الأفريقي ولكن مصر بينظر إليها كلعيب محوري وهام جدا في المنطقة. يمكن إن مصر من ساعة 25 يناير وحصل انحصار لدورها الإقليمي ودورها السياسي في المنطقة. إحنا كنا يدوب بنحل مشاكلنا السياسية والاقتصادية، ولكن في عام 2019 الوضع اختلف بشكل كامل. مصر يعني لاعب إقليمي بامتياز، مصر يعني محور إقليمي للطاقة، وبالتالي مصر قامت بعملية إصلاحات اقتصادية كبيرة جدا لم تشهدها مصر منذ عقود، وبالتالي أصبح المناخ مهيئ في مصر إن هي تكون البوابة الملكية أو الطريق الممهد للعالم الغربي إن هو يخش عن طريق مصر أفريقيا. يعني هو طبعا الدول الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية عايزة تضخ استثمارات في الدول الأفريقية، عايزة تعمل نشاط اقتصادي مع الدول الأفريقية. لماذا؟ لأن طبعا في انخفاض في معدل النمو العالمي او احنا بنقول عليه تباطؤ اقتصادي. تباطؤ اقتصادي معناه انك انت بتحقق معدل نمو ولكن اقل من السنين اللي فاتت، ده اسمه تباطؤ اقتصادي. في بعض الدول دخلت في مرحله الركود، اصبح العائد على الاستثمار في دول اوروبا واسيا انخفض. يعني ليه بقى؟ لان هو وصلت لمرحله التشبع الاقتصادي، لكن انت عندك قاره مليئه بالموارد الطبيعيه ومليئه بالفرص وبحقق وفيها ما يقرب من 10 دول محققه اعلى معدلات النمو في العالم، وبالتالي فان الطلب هيكون زايد على السلع وعلى المنتجات. ايضا بعد تدشين منطقه التجاره الحره الافريقيه وزياده التكامل بين الدول الافريقيه ده هيفتح المجال للصناعه واستثمارات جديده. طيب الدول الاوروبيه بنقول مجموعه السبع الصناعيه، لان هو برضو مجموعه السبع الصناعيه قبل ما نقول عليه هو مجموعه دوليه، هو تكتل غربي اوروبي، لان هم ليس هم اكبر سبع دول، لان في الهند وفي الصين عن حجم اقتصادهم اكبر من عدد كبير من الدول الموجوده، ولكن هو عشان تكتل غربي اوروبي فهو ما فيهوش الصين وما فيهوش الهند. انا برضو كنت عايز اقول ان التجمع ده فيه تقريبا 47% من حجم اقتصاد العالم. الولايات المتحده 20 تريليون دولار، اليابان 5 تريليون، المانيا 4، بريطانيا 2.8، فرنسا 2.7، كندا 1.7 تريليون دولار. اذا فهم تقريبا يمثلون ما يقرب من 47% من حجم اقتصاد العالم، وبالتالي هم يمثلوا قوه اقتصاديه. كان فيهم روسيا وخرجت طبعا كما هو معروف بسبب مشاكلها في شبه جزيره القرم. يبقى اذا كما هو معروف هو تجمع اقتصادي في عدد كبير من الشركات. طيب الاقتصاديه التجمع والاستثمار اللي يمكن حديث حضرتك مشكور قدرت ان انت توضحه للمشاهد الكريم هيخليني ان انا اسال برضو عن ذكاء مصر في استثمار هذا التجمع وما يمثله بنسبه كبيره جدا من اقتصاديات العالم في انها ازاي تقدر تجذب الاستثمار خاصه مع الفتره الاخيره. وتعلم جيدا ان مصر يعني
حققت إنجازات على الأرض بشكل كبير جدا في جذب الاستثمار، وأن تكون واجهة حقيقية وجديدة متجددة عصرية لمواكبة مطالب أو سوق أو سعر الغرب في جذب الاستثمارات دي. ازاي مصر تقدر تستثمر الفرصة دي؟ احنا زي ما قلنا ان افريقيا بيئة خصبة للاستثمار، والعائد على الاستثمار فيها مرتفع جدا، بيوصل من 30% لـ45%. العائد ده مش موجود في اي دولة في العالم. كل القطاعات اللي انت عايز تخش تستثمر فيها في افريقيا فانت هتحصل عليها على عائد مرتفع. العائد ده مش موجود في اوروبا ولا موجود في اسيا. وبالتالي اذا المستثمر والشركات الكبرى لما بتيجي بتبحث عن منطقه عايزه تستثمر فيها بتبقى ليها شروط، مش هتخش تستثمر في دوله معزوله عن الدول اللي حواليها، بتبقى ضامنه المكسب وضامنه العائد بشكل كبير، وتكون الدوله عندها بنيه تحتيه ومرافق، ليس فقط طرق وكباري ومواني ومطارات زي موجوده في مصر، ولكن ايضا بنيه تحتيه تكنولوجيه، وان تكون عندها ايضا سوق كبير، وان تكون عندها عماله مدربه علشان تلبي احتياجات المصانع الخاصه بيها، وايضا يكون موجود فيها مواد خام. يبقى اذا الدول الاوروبيه تعلم جيدا والعالم الغربي انه هيجد في مصر غايته، الدوله الاكثر استعدادا لتلقي الاستثمارات. هنقول ان في عدد كبير من الدول في افريقيا مستعده لتلقي الاستثمارات، المغرب والجزائر وجنوب افريقيا، ولكن نقدر نقول ان مصر هي الدوله الاكثر قدره على تلقي الاستثمارات. طب ده هنشوفه، هنلاقيه انعكس فين؟ هنلاقيه انعكس في حجم الاستثمارات الوارده لمصر او الوافده لمصر. الاستثمارات الاجنبيه المباشره كانت في 2018 هي الاعلى افريقيا، وفي 2017 ايضا الاعلى افريقيا. يبقى ده ان دل يدل على ان يعني مكاسب كبيره حققت مصر في الفترة الأخيرة نتيجة إن هي قامت بعملية إصلاحات في بيئة الأعمال ومناخ الأعمال وتهيئة المناخ للمستثمرين. دي نقطة مهمة جدا. كمان أيضا إن مصر مصدر إقليمي للطاقة وغاز وبترول وكهرباء، فائض في الغاز وفائض في البترول وفائض في الكهرباء. دي نقطة مهمة جدا أي مستثمر بيسعى ليها. كمان موقعها الفريد من نوعه ووجود منطقة زي منطقة قناة السويس، يعني كل هذه أمور بتخلي مصر هي الجهة التي تبحث الدول الأوروبية أو الشركات الكبرى إن هي عايزة تستثمر، هتلاقي في مصر هي الغاية. وطبعا هتكون مصر هي انطلاقتها لباقي الدول الأفريقية، مصانع تيجي تنتج وتصدر لباقي الدول الأفريقية ويستفيدوا من منطقة التجارة الحرة الأفريقية اللي تم تدشينها في الفترة الأخيرة. أيضا برضو من النقط اللي هي بتخلي الغرب أو تجمع مجموعة السبعة الكبرى يعني برضو يسعى إلى أفريقيا، لأن هم لقوا أن في الفترة الأخيرة حجم استثماراتهم وتجارتهم مع القارة الأفريقية انحصر بشكل كبير جدا لصالح الشريك الأسيوي. احنا لو شفنا حتى حجم التجارة بالأرقام هنلاقي ان كان الدول السبعة الصناعية الكبرى السبع دول حجم تجارتهم مع أفريقيا كان 315 مليار دولار في 2014، انخفض ل 271 مليار دولار في 2018، انخفض تقريبا بمقدار 14%. خاصة أيضا أن الصين متوجهة بسرعة شديدة دي القارة الإفريقية. بالفعل زي ما حضرتك أشرت يا أستاذة آية أن الصين بقت أصبح شريك تجاري فجأة كده، يعني هم فجأة اكتشفوا أن الصين أكبر شريك تجاري للقارة الأفريقية. الصين بقى لها 10 سنين أكبر معدل نمو لحجم تجارة أفريقيا مع العالم هو مع الصين. يمكن حجم تجارة الصين منفردة مع الدول الأفريقية في 2018 وصل ل 200 مليار دولار هي لوحدها، وأيضا استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار. ايضا خامس اكبر شريك تجاري لافريقيا هي الهند، حجم صادراتها 65 مليار دولار، حجم تجارتها 65 مليار دولار، وايضا استثماراتها 55 مليار دولار. اذا فالشريك الصيني اصبح هو نقول عليه الشريك المرغوب لدى القارة الأفريقية. عدد الدول الأفريقية 55 دولة، يمثل سوق كبير وعملاق لصادراتك، وأيضا يعتبر مصدر مهم جدا للطاقة، مصدر مهم جدا للمواد الخام، سوق أنت ممكن تصدر له، ممكن تعول عليك سوق يمتص صادراتك ويمتص حجم تجارتك لما يقرب من 25 سنة لقدام، لأن أصلا يعني معدل النمو ابتدى يزيد في أفريقيا، وبالتالي تزيد معدلات الدخول، وده بينعكس على القوة الشرائية لدى المواطن الأفريقي. إذن ما نقدرش نقول أن الدول الأفريقية زي سابق عهدها أصبحت دول مفككة وفقيرة، ولكن نقول ابتدت تبحث عن التنمية، قطاعات جديدة ومتنوعة ابتدت تهتم بها أيضا الدول المتقدمة زي تكنولوجيا المعلومات ورقمنة الاقتصاد. دي برضو نقطة مهمة وهتكون على جدول المؤتمر، رقمنة الاقتصاد والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وده هيفتح المجال أيضا للشركات الأوروبية التي تعمل في هذا المجال إن هي يكون لها دور في أفريقيا. الدول الأوروبية ودول السبعة إذا كان عندهم مشاكل في تباطؤ النمو الاقتصادي هم يدركون جيدا إن ممكن
تقوية علاقاتهم التجارية والاقتصادية مع أفريقيا هي اللي تحل جزء من هذه المشاكل. الاقتصاد الرقمي وما يوفره من فرص عمل للأفارقة نقطة مهمة جدا. أصبح لدينا كينيا لها تجربة رائدة تدرس في المعاملات المالية عن طريق المحمول والدفع عن طريق الكود الموبايل. السنغال تعهدت أن هيكون لها هدف أن هي تحصل 10% من حجم اقتصادها بالاقتصاد الرقمي. رواندا أطلقت تكنولوجيا الجيل الرابع وأصبحت تتجه نحو الحكومة الإلكترونية. يعني إذن عدد كبير من المشاريع ممكن تقوم به مجموعة السبع الصناعية الكبرى وتستفيد من علاقتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية. طيب دكتور كريم، حضرتك في يعني سياق حديثك أشرت إلى نقطة مهمة وهي تهيئة المناخ لجذب الاستثمار. يعني من ضمن أهم العناصر لتهيئة المناخ هو مكافحة الإرهاب في المنطقة، وتعلم جيدا أن مصر كانت لها تجربة يعني أشاد بها العالم في مؤتمر ميونخ السابق ومشاركة أيضا مصر فيه. وأيضا يعني هذا الملف سيكون مطروح بشكل رئيسي في هذه القمة، قمة السبع. مكافحة الإرهاب في كل هذه الأوساط الدولية والمشاركة فيها وجذب الاستثمارات، وأيضا محورية مصر في هذه النقطة، ماذا عنها؟ مكافحة الإرهاب نقطة مهمة جدا وبيتم طرحها في كل الفعاليات الدولية. الإرهاب طبعا منتشر، موجود في بعض الدول الأفريقية منها ليبيا وعدد آخر من الدول في وسط أفريقيا. محاربتها بيبقى بتعاون أكثر ونقل للمعلومات والبيانات عن طريق الأجهزة الأمنية، أيضا بيبقى تتبع الحركات الإرهابية عن طريق الأقمار الصناعية، وبالتالي يجب أن يكون في تعاون أكثر بين الأجهزة الأمنية في كل الدول. طبعا الجانب الأوروبي يعني كما هو معروف بيبقى عنده بيانات ومعلومات نتيجة ما توصل إليه من تكنولوجيا حديثة عن الجماعات الإرهابية ومدى تسليحها وأماكن تواجدها. ده برضو المعلومات دي بتكون ليس فقط عن طريق لمكافحة الإرهاب، أيضا بيستفيد بيها عن طريق تسرب المهاجرين عن طريق البحر المتوسط. وهنا بيأتي دور عمل مذكرات تفاهم أو التعاون بين الدول في مواجهة هذه المشاكل. وأيضا زي ما أشار الرئيس السيسي أكثر من مرة ان هو يتم القضاء على منابع الارهاب والدول التي تمول الارهاب، ويجب ان يتم معاقبتها، لان طبعا الحركات الارهابيه دي هم تمويلهم ليس ذاتي ولكن من دول كبيره بتمولهم وبتمدهم بالاسلحه وبالاعداد وبالمعلومات وبالبيانات. إذن يعني اذا تحدثنا ايضا عن فكره مشاركه مصر في هذه القمه من الناحيه السياسيه، خاصه مع كل الاوضاع المتوتره التي يعني يخوضها العالم وبعض الدول المشاركة بالفعل في هذه القمة. يعني تعلم جيدا دكتور كريم أن هذه القمة تأتي في بعض التوترات مع أمريكا والصين، وتعلم جيدا أن هذه القمة أصلا تأتي في وسط توترات كثيرة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفرنسا يعني تعاني من بعض الخلل الأمني، لذلك شهدنا وكان لنا اتصال مع زميلنا وموفد يعني اكسترا نيوز حسام حداد وقال أن هذه المدينة بيارتس تحولت إلى ثكنة عسكرية بسبب تشديد الأمن، وبأن يعني فرنسا بها مظاهرات وتظاهرات. كل هذه التوترات الموجودة في العالم وأيضا مع انعقاد هذه القمة، هل ستؤثر على بعض الأوضاع أو النقاط السياسية التي ستطرح من خلالها، وبالتالي ستؤثر على مناقشات مصر ومشاركتها على هامش هذه القمة؟ يعني هي مصر هتروح في كلمة هيلقيها الرئيس هيتكلم عن مصر وتجربتها الاقتصادية وأفريقيا ومشاكلها وكيفية حلها وإيه الدور الأمد بمصر وإيه المساعدات اللي ممكن تكون محتاجاها القارة من الدول الصناعية السبعة الكبرى. لكن طبعا المشاحنات والجدال في القمة موجود طبعا ويزداد بين الولايات المتحدة والصين. الحرب التجارية اللي هتأثر على حركة التجارة العالمية دي حاجة سلبية، وأيضا هتأثر على معدل النمو العالمي ده شيء سلبي آخر. أيضا يعني الشركات الفرنسية أو فرنسا فرضت جمارك على بعض الشركات الأمريكية، وده خلى الرئيس الأمريكي استاء. أيضا في مشاكل اقتصادية في إيطاليا، ارتفاع مستوى الدين العام في إيطاليا وزيادة عجز الموازنة في إيطاليا، كل هذه مشاكل طبعا يعني بتؤثر بشكل أو بآخر على 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 على, على, على التعامل بين الدول بينها وبين بعض. وفي بعض الأمور الأخرى اللي
اللي هي محتاجه نوع من عمليه التكاتف والتعاون بينهم، زي حرائق غابات الامازون ومشاكل المناخ، ويعني كل هذه قضايا خاصه بالبيئه مهمه جدا في ظل ان يعني الولايات المتحده ايضا خرجت من تلك الاتفاقيه وبتضرب بقرارات منظمه التجاره العالميه او مؤتمر المناخ اللي عقد في باريس في 2015 اللي كانت مصر فيه بتمثل افريقيا. يعني الولايات المتحده يعني نقول ان هي دوله عنيده، او ترامب راجل عنيد في التعامل معاه فيما يخص النقط التي تخص التجاره العالميه. هو بيبحث عن مصالح الولايات المتحده اولا واخيرا في تعامله مع الحلفاء، حتى هو يبحث عن مصلحته اولا، فدي طبعا المشكله هتواجههم هناك. ولكن يعني احنا اللي يهم مصر ويهم افريقيا ان هو يعني المؤتمر الهامي جدا اللي هو يعني تحت انظار المجتمع الاقتصادي والمالي ومجتمع المال والاعمال الدولي، ان هي هتبتدي يعني الدول دي عايزه تفتح المجال لشركاتها، هتبتدي تبحث عن الفرص الاستثماريه المتاحه في افريقيا، وبالتالي ده هيكون ليه انعكاسات جيده. فبالتالي بيتم النظر الى مصر على اساس انها بوابه رئيسيه للدخول الى زي ما قلت في كلامي، هي بوابه للدول الاوروبيه. دكتور كريم العمده، استاذ الاقتصاد الدولي، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على التفاصيل والايضاحات، وان شاء الله مشاهدينا الكرام حلقه جديده يوم السبت الجاي باذن الله، وقضيه جديده هتكون مطروحه في اليوم وغدا. تقبلوا تحيات فرق العمل، وتحياتي اي عبد الرحمن، الى اللقاء. شكرا.